مؤسسة توحيد التنمية والإغاثة تقوم بتوزيع وجبات الأفطار على مجاهدي لواء التوحيد في مدينة حلب القديمة قطاع القلعة. كل الشكر لحملة أفطار أبو عبد الله الموحد وأخوانه على ما يقدمه لنا من مساعدات. اليوم 13 من رمضان الموافق ل22/7/2013. هذه هي الوجبة التي تقدم للمقاتلين المرابطين على الجبهات في مدينة حلب القديمة قطاع القلعة. مؤسسة توحيد التنمية والإغاثة تقوم في توزيع وجبات الأفطار على المجاهدي لواء التوحيد المرابطين في مدينة حلب القديمة قطاع القلعة. كل الشكر للسيد أبو عبد الله الموحد وأخوانه.